بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، وها هو رمضان الحبيب الكريم العزيز علينا يطوي أيامه سريعا، وقد فاز فيه من فاز وخسر فيه من خسر. نسأل الله القبول للصائمين والقائمين، ونسأل الله الهداية لمن قصر فيه فلم يصم أيامه ولم يقم لياليه، ونسأل الله التوبة والعفو عما قصرنا فيه. رمضان أيها الأحبة موسم، وقد اعتاد كثير من الناس أن يندفعوا اندفاعا قويا في الأيام الأولى من رمضان، ثم يبدأ الفتور ويبدأ الكسل والتراجع، وهذا على خلاف هدي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، حيث إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يهتم بأواخر رمضان ولا سيما العشر الأواخر التي نستقبلها بعد أيام قليلة إن شاء الله تعالى. فيا أيها الأحبة، أيها الأخوة الكرام، العبرة في الأمور بأواخرها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ عبادته بشيء خفيف ثم يشتد. عندما يقوم الليل يبدأ بركعتين خفيفتين، ثم بعد ذلك يطيل القيام، وكان يبدأ صلاة الصبح بسنة القبلية وكان يخففها، ولكنه كان يقف طويلا في صلاة الصبح. وهكذا الأمور تبدأ بيسر ثم تتقدم إلى الأمام وتترقى أفضل مما يفعله كثير من الناس، الاندفاع السريع أول مرة ثم بعد ذلك الركود والملل. معروف سابقا عندما كان الناس يسيرون على الإبل، عندما تكون الرحلة طويلة فإنهم يريحون الإبل في أول السير حتى تحمى وتتعود على السير، فكانوا يسيرون رويدا ثم في منتصف الطريق يشتدون، ثم بعد ذلك يشتدون أكثر، وهكذا. وهكذا ينبغي أن تكون أعمالنا، أن تبدأ صغيرة، ولكن ونحن نبدأها صغيرة في أذهاننا في عقولنا نحن عاقدو العزم على أن نجعلها كبيرة، على أن نتطور ونتقدم باستمرار. الأخ عامر من الديالة، تفضل أخي عامر سؤالك. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أهلا، أهلا صايم. تقبل الله. عندنا نهر مع الماء يعني يمنا نسبح فيه شوي، نتبرد العصر الظهر. نعم. ويعني نبات يعني أسبح ذات الأمطار بشوية بحلق مي وظل بزيت حشان. ليش فات يعني أنت فتحت حلقك شو بالغلط تحرشت بيه؟ إيه بالغلط بالغلط، يعني وطب شوية بحلق مي يعني قليل بدنا وذبيته عسر اعتبر. جيد جيد. أما يعني فاطر. جيد، ما عليه شيء ما عليه شيء. عندك سؤال الناب يا شيخ؟ نعم. إحنا عندنا غنم. إيه. والجو يعني تعرف انت حار بدنا، يعني اذا واحد يسرح واحد يصلي عصر بالجو يتحمل. نعم. يعني اكو رخصه يفطر ويقضيهن او يعني شلون؟ يسرح بالغنم؟ اي يعني يفطر اذا ايام يقدر يفطر شلون يعني ما يتحمل الجو حار بدنا اذا يسرح تبوا عصر. نعم ياتيك ان شاء الله الجواب شوي هذا. الاخ ليث من أربيل، تفضل أخوي العزيز. كم شيخ؟ مرحبا حياك الله أخ العزيز. الله
رمضان كريم علينا وعليكم. آمين وعليكم تسلمون، بارك الله فيك. أول شيء نشكركم على البرنامج شيخ، جزاكم الله خير. الله يجزيك بالخير يوفقكم، نشكركم أنتم اللي تتواصلون، ونشكر القناة والأخوة اللي خلف الحجاب عليهم عمل كبير، جزاهم الله خير. نعم. مأجورين بإذن الله، إن شاء الله مأجورين أجمعين. شيخ سؤالي، أنا موظف بالدولة، فتدري احتكاكنا مع المراجعين، فأثناء مثل تكمل له شغل تيسر له أمر، أنت لمسة ومينة ولا أي شيء، ورا ما يكمل شغلته لو يجيب لك مثل هدية، لو يعزمك، يعني هاي جائزة شيخ أم مو جائزة، وإحنا أصلا ما مضطرين هذا الشيء، يجيب لك هدية يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتقبل هدية تقبلها وأرجوك خذ، أصلا ولا نتقبل هذا الشيء لأنه حلال الحرام. العمل اللي سويت لياء من جملة وظيفتك لو يعني فد شيء خارج، يعني رحت مشيت له وسعيت له؟ لا يا شيخ، من ضمن يعني عملنا احنا، بس مجرد يعني تيسر له امر او هو فرحان ان شغلته كملت. نعم ولا نعم. يعني احنا جميل. عملنا هذا جميل، قواك الله، يأتيك الجواب قريبا ان شاء الله، اكون معنا يا اخي العزيز. شوف هلا بيكم. أم فاطمة الأخت الكريم من بغداد، تفضلي. عليكم شيخنا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أنا دائما أحلم دائما أحلم حلم، إذا حلمت يوم ثاني يتحقق ما شاء الله. شو نعم. هذا الحلم وحلم الثاني شيخنا، دائما أحلم هذه وزق الوزق في الحائط، دائما أحلم بي وأنا كتلة بيدي، شنو من حلم شيخنا عبوب رحمة الله بيك تجاوبني. جيد، قواك الله، قواك الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ الكريم عامر، يعني هو ما عليك شيء، تسبح بالدوش بالنهر ماكو إشكال، وحاول أنت تحتاط يعني تنتبه على صيامك، إذا فات بي في فمك يعني بلعته بدون قصد بدون تعمد ما يضر شيء إن شاء الله، يعني معفو عنه. أما اللي يسرح بالغنم ويريد يفطر، يعني هذا يعني حال حال أي عمل من الأعمال الشاقة، يعني إحنا خلق كريم يعني عندنا أعذار الأفطار السفر والمرض، يلحق بالمرض أو هو مرض يعتبر، لو كان يعني الصيام يعني هو مو مريض، بس إذا جمع بين الصيام والعمل الشاق يتحول مرض، أو حامل إذا صامت تمرض، يعني هناك بعض الناس هو مو مريض بس من يصوم يمرض، هذا أيضا يعتبر في حكم المرض. فأنت تصبح صايم تنوي بالليل صيام وتسحر زين وتشرب مي زين على مود تستعد للصيام، وتطلع للشغل، شغل سواء مثل ما تفضلت يعني يسرح غنم، يقف بواجب مثلا وقد يكون الجو حار، أعمال شاقة ما شابه، تصوم وتتوكل على الله ولا تخلي ببالك أنك راح تفطر، يعني قصدي لا توهس لا تخاف، كون قوي الإرادة، قول رمضان غالي علينا ما أرد أفوت يوم من الأيام رمضان، يعني اعزم النية بحب لرمضان وباحتساب الأجر عند الله تعالى، وطبعا أجر الصائم الذي يعمل أكثر بكثير من أجر الصائم اللي على التبريد. فإذا خلال الصيام خلال النهار تبين لك أنك لا تطيق الصوم أو تترتب عليه أضرار واضحة، فعند ذلك تفطر، يعني أنت لا من أول مرة تقول والله أنا راح أسرح بالغنم والله خوف ما أقدر أصوم، لا، كثير من الناس الله يوفقهم ويقدر يصوم وهو يعمل الأعمال الصعبة. والله يوفقك أخونا عامر. الأخ ليث من أربيل يسأل عن هدية الموظف، يعني الحقيقة فيها خلاف بالنسبة، يعني هدية الموظف من العلماء من أطلق الموظف ما يأخذ أي هدية من اللي تحت إيده يشتغلون أو اللي سوالهم شغل، لكن الأصح التفصيل، الأصح هو التفصيل. أولاً يعني اللي يهدي لك هدية إذا كنت تعمل عمل خارج الوظيفة مالتك، خارج الوظيفة يعني أنت شغلك مثلا على الميز وهاي دائرتك، بس أنت تمشيت
ورحت مثلا وديت على المدير وفوتته وسهلت الأمور ووصيت به مثلا، أو خارج الدوام أو يطلع كشف أو مثلا يعني فد أعمال خارج الوظيفة الأصلية. على الراجح أنه حتى لو كان اتفاق على أخذ الأجرة يجوز، لكن احذروا أخواننا بين الحلال والحرام بعض الأحيان شعرة. إذا كان هذه الهدية تقابل هذا العمل والجهد فإن شاء الله سليمة، لكن قد بعض الأحيان تكون هدية هو يهدي لك إياها مو من طيب نفس، يعني حاشاكم يتشفى شرك، أو يقول خوف إذا ما أهدي له راح يعرقلها عليه. يعني قد يهدى للموظف أو لصاحب السلطة اتقاء شره، هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم شر الناس من أكرم اتقاء شره. فبيج حالة أنت تقول لهذا المواطن المراجع تقول له أخوي العزيز إحنا ما ناخذ، وهذا حقك وأني موظف وأدي راتب من الدولة، فما أطلبك أي طلب وشغلتك تمشي حسب الضوابط وما عندي أي مشكلة وياك. فإذا ألح وقال لك هاي والله أنا فرحان والحمد لله معاملتي أنجزت وأريد أكافئك أكرمك، ولا سيما مع الأسف أن الموظف اللي حريص على المواطن أصبح نادر وقليل، فالناس بعض الأحيان تفرح لما أشوف موظف يهتم بيهم، يفرحون يحبون يهدوا له هدية. تتأكد وتقول له يعني باللسان صريح وواضح أنه يا با أنا ما أخذ، أنا ما أطلبك إطلابة، هذا حقك وأنا موظف وهذا واجبي. توضح له هذا الأمر، إذا أهدى لك بعد ذلك عن طيب نفس فإن شاء الله على الراجح ما بيه شيء، تتورع عنها هو الأفضل. بعض الأحيان لا، العمل ليس خارج الوظيفة، العمل من جملة وظيفتك من جملة واجبك، هنا الخلاف يكون أقوى. لكن مع ذلك أنا أقول أيضا أنه إذا تأكدت أنه هاي الهدية أعطاك إياها عن طيب نفس أو سرورا بما أنجز له، أو قل أنا ما أستحق منك شيء، أنا ما أطلبك لأنه ما أديت إلا الواجب، وهذا الواجب جاي أخذ عليه راتب من الدولة وأنت ما مطلوب من إلي كل شيء وحقك إجاك، توضح له هذا الأمر وما بيشكل. أما الاتفاق أو التعريض أو يوصي مثلا موظف الخدمات بعض الأحيان أو الحارس أو وسيط، هذا كله حرام وكل رشوة، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. راشي اللي يدفع والمرتشي اللي يستلم والرائش اللي يكون وسيط بين اثنين. هناك ملاحظة مهمة جدا بالنسبة لهذا الموضوع، هذه إذا كان الأمر إذا كان فيه تنافس بين الناس، يعني مثلا هاي الشغلة لو أنا حصلها لو الآخرين حصلوها، حصلتها أني فهذه يعني حتما ما يصير لا أنطي هدية ولا الموظف يستلم هدية بأي سبب من الأسباب، لأنه تكون ذريعة إلى أنه اللي يدفع يحصل وتلغى الضوابط وتلغى القرعة وما شابه ذلك. نستقبل اتصال أم محمد من بغداد، تفضل يا أختي الكريمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا بلك سؤال. نعم تفضل تفضل، اسمعين من التليفون حتى لا يعني يتأخر الصوت عليك. هو سيد من التليفون شيخ. نعم وسع صدرك ويا شيخ. نعم تفضلي حاضر. شيخنا عندنا أبو بيتي عنده تلف بخلايا الدماغ، يا ربي شافيه، فاقد الذاكرة. نعم الله يعينه. وهي بنت اللي هي يعني تغسل وتشطف وقايمة هي بعنايته كلها هي. نعم شيخنا. وهي تقول أنا أصلي يعني مثل أنا من أشطف وأحافظة وشي يعني هم أرجع أتوضأ له. نعم جيد الله يوفقكم ويفرج عنا وعنكم. بس شيخنا الكهرباء ما عدنا، خلني على التليفون لا تقطع. نعم نعم تفضلي. ها تدين. نعم شيخنا يعني هي لأن هي أخوتها كلها موظفين وهي المكتل شبي. نعم نعم شوفي يعني باختصار حتى يعني قبل ما يعني لا الكهرباء إن شاء الله بس شوي جيد.
جيد. أبو حسام. أبو حسام لديالة. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا أخي العزيز. رمضان كريم علينا وعليكم. علينا وعليكم، تسلمون، بارك الله بك أخي العزيز. علي شيخ، أنا بالنسبة لي مريم. سلامات يا ربي شافيك. عمري 53 سنة. إيه. يعني وصايم، يعني عندي ضغط، عندي سكر، عندي تصلب بالشرايين. فمن أفطر، من أفطر الضغط عندي يصعد 20. يا ساتر يا ساتر، تشرب علاج واضرب مدري يلا يرجع. يا ساتر الله يفرج عنك. اي والله، وعندي اليوم رحت لبغداد ورجعت عندي معامله يعني وفطرت. نعم. صار ثلاث مرات افطر، فيصير ادفع فديه مال ثلاث ايام انا مستمر بالصيام. بارك الله بك اخي. نعم. ايوه الله يعافيك. جيد. الأخ العزيز، يعني هنا بصورة عامة قلنا هدية الموظفين، يعني هو بعض الأحيان بين الحلال والحرام فرق دقيق، اللي تورع عنها أفضل، واللي يصير عنده حالة الأفضل يسأل عنها في وقت. أنا فصلت يعني ربما هذا التفصيل ينسي. عموما أي شيء يجيك بسبب السلطة بسبب الوظيفة، هذا تنزه عنه واتركه. الأخت أم فاطمة بغداد تقول أني أحلامي تتحقق في كثير من الأحيان. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر هذه من المبشرات، وقال في آخر الزمان يوشك أن تكون رؤية المؤمن صادقة، أو أكثر رؤية المؤمن صادقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عادة اللي يداوم النوم على وضوء، وهذه مذكورة في الكتب وأنا مجربها، اللي يداوم على الوضوء يعني ينام على وضوء يكون أحلامه غالبا تكون صادقة. أما قتل الوزغ في المنام فعسى الله سبحانه وتعالى يعينك إن شاء الله وتنتصرين على الشيطان، أو تتخلصين من إنسان مؤذي أو خبيث، نسأل الله يبعد شرهم. الأخت أم محمد من بغداد، أول شيء يعني نوصي أنه الآن متوفرة بيسر، يعني لما تخدم أبوها المريض، طبعا هي إن شاء الله لها الأجر والثواب وأجر بر الوالدين وأجر الصبر، يعني تكون تلبس هاي الجفوف لاستخدام المرة واحدة مال، أو أي جفوف مو شرط لاستخدام مرة واحدة، بس قصدي هاي الكونة رخيصة ومبذولة الآن فتستخدمها، فما تحتاج هي أصلا يجب عليها استخدامها، وما تحتاج الوضوء. إذا يعني اضطرت إلى مس شيء، العفو مس القبل أو حلقة الدبر فقط، هي هذه اللي توجب الوضوء، وربما ما تحتاج إذا استخدمت حاجز. نعم. اتصال كلادس من صلاح الدين، تفضل أخي الكريم. ألو، السلام عليكم شيخ. مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله. اي جلادس شيخنا، انا متوفي امي وابويا الله يرحمهم جميعا. امي وابويا متوفين، هل يجوز اصلي لهم ركعتان لوجه الله اهديهم هديه؟ ان شاء الله تصل ان شاء الله. ان شاء الله صلاه صيام صدقه اي عمل صالح. نعم، ادعي لهم بالرحمه والمغفره يصل ان شاء الله. نعم. الأخ محمد من ديالة، تفضل أخي محمد. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام، مرحبتين. رمضان كريم عليك إن شاء الله. وعليكم، تسلمون، بارك الله فيك. ممكن سؤال؟ نعم. القروض مال الإسكان. إيه. جائزة غير جائزة. قروض الإسكان أنواع. يعني هو مرة كان قرض يعني خالي من الربا، وبعدين ألغي الشروط السابقة ورجع قرض عادي، هو قرض إسكان بس رجع ربوي. المناطق المتضررة فتحوا لهم باب جديد، يأخذون عليه أجور خدمة مصرفية وأجور كشف وما شابه ورسوم، يعني على التحقيق والراجح هو إذا كان خالي من الفوائد الربوية، يعني قصدي هذا اللي القرض الخاص بالمناطق المتضررة، هذا اللي فقط فيه أجور خدمة مصرفية وأجور كشف وما شابه،
بدون فوائد، يعني بدون فوائد، هذا جائز. شيخ هذا جائز. فوائد 2% 2% فوائد سنوية لو هي مرة واحدة؟ لا هي يعني فائد على الكل 2% مرة واحدة، هي هاي يسموها أجور مصرفية، مو فائدة. يعني جائز إن شاء الله. نعم نعم، بارك الله فيك يا شيخ. الله يحفظك يعافيك. الأخ أبو حسام من ديالى بارك الله بيك، يعني أنت يبدو الصيام ما يناسبك، طبعا أفضل شيء تشوف الطبيب إيش ينصحك. أنا عندي فد يعني إلا أن تشوف الطبيب، يعني عندي فد أنه من تفطر لا تفطر بسرعة، يعني تشبع، أكل شيء يسير، اشرب ماي، أكل شيء يسير مثل لبن، فد شيء يسير وتجنب المالح، ورا فد ساعة كمل عشاك على كيفك. يعني هذه ربما الله أعلم، أنا ما أعرف يعني بالضبط السبب، بس شوف طبيبك. على كل حال أنت لازم تحتاط، لأنه ضغطك جاي صعد هواية، وهذا خطر مو زين عليك. فأنت الآن يعني ممكن أن تفطر وتدفع فدية، لأنه أغلب الأحيان الضغط مزمن، لا سيما فهمت منك أنه عندك ضغط بمعنى مزمن. أما هناك ضغط أسباب مثلا التهاب كلية أو يعني سبب عارض، لا هذا عليك قضاء. نعم. الأخ محمد حسين من ديالة، تفضل أخوي محمد. شيخ حياك الله. عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك شيخ. عندنا واحد يصوم بس ما يصلي، يعني شنو هذا حكمه؟ والله الصلاة مهمة جدا، خلي يفهمها إن شاء الله أخوي العزيز. الصلاة الصلاة يعني عماد الدين، أهم حتى من الصوم، وأهم من يعني الصلاة أساس يعني الفرق بين المسلم وغير المسلم ترى هو الصلاة. يعني مو بس مسلم، وهاي مسلم أبو أمة أو جدة مسلمين أو جنسية مسلم، وإذا ما يصلي شلون مسلم؟ نعم صحيح صحيح شيخ. وأنا الله من علي الحمد لله وشكر اللي ختمت القرآن مرتين ما شاء الله، وإن شاء الله مقبل على ختمة القرآن مرة ثالثة، وهديت واحدة لأمي ولأبوي ما شاء الله، يعني إن شاء الله توصل إن شاء الله تعالى بإذن الله. ربنا كريم والله سبحانه وتعالى يتقبل منكم. سالم ذياب من ديالة، تفضل أخي العزيز سالم. السلام عليكم. حيو عليكم السلام ورحمة الله. شلونك شيخنا؟ الله يوفقك بارك الله بيك. أهلا وسهلا شيخنا. بس سؤال إذا ماكو زحمة. نعم شيخنا. عندي اخوتي اثنين عازلين من عندي من البيت. نعم. واحد من عندهم فقير، يعني حالته حل فقير وسقط. نعم. يصير ادفع الفتره مالت الصيام لاخوي هذا الفقير؟ نعم ممكن. هو عنده يعني هي اخوي الثاني عنده حلال وعنده ماليه، بس اخوي مسيطر عليه وهو ما بيده كل شيء. ماكو اشكال. تعطي للفقير، يعني يصير أنطي تعطي الفقرة؟ للفقير للفقير. إيه إيه معليش، حتى لو أخوك أو بالعكس أبدأ. يا شيخنا سؤال ثاني. نعم أخي. شيخنا أنا أمي توفت من دلي وأنا بالشمال. يا رب يرحمها، يا رب يرحمها، يرحم والديك. ورحت للفاتحة منها تعنيت من الشمال المنزلي. نعم. فبقيت بالفاتحة، افطرت اليوم اللي رحت، وثاني يوم ثالث يوم رابع يوم من رجعت رجع الصايم. جيد تقضي. نعم نعم افطرت يعني الايام اللي سافرت بيها. نعم نعم. ايه ما عليه شيء، معذور وتقضي ايام مكان. الله يحفظك. ممنون شيخنا ممنون. حيو مرحبا حيو. الأخ أبو علاء من السليمانية، تفضل أخوي أبو علاء. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم علينا وعليكم، تقبل الله تسلمون. أي والله نجزيكم الله يجزيكم خير على هذا البرنامج. ويجزيك الله يوفقك. والريدة يعني أطول فترة ممكن يعني نطالب من عندك ومن قناة الفلوجة الكريمة. عسى الله. أي والله. وشيخنا عندي ثلاث أسئلة إذا ما في زعم عليك. حاضر تفضل. السؤال الأول الحجامة تفطر الصائم؟ والسؤال الثاني ما تفطر؟ نعم.
نعم. هل يعني في يوم العيد هل يعني من نقعد هم بالاذان ونتسحر ونفطر؟ يعني سمعت يعني روايه ما ادري يقول تفطر يعني ورا شروق الشمس يوم العيد، هل يجوز يعني نصوم؟ اريد تفسير واحد. نعم الامور والله شيخ ان شاء الله. هو يستحب التعجيل بالافطار صباح العيد. تفضل اجاوبك ان شاء الله. نعم الثالث. ايه والسؤال الثالث على الاعراب، من هم الاعراب يعني لهم صله بالعرب يعني؟ الاعراب نعم، خوش ملاحظ هذا، كثير الناس تسيء فهم معنى الاعراب. نعم اي والله ممنون لك شيخنا، واني اشكرك روح الله والديك. مرحبتين، الله يتقبل منك. الله يرضى عليك، الله يسلمك. نعم اخي. الاخ سالم يقول واحد من اخوته فقير ويدفع له الفطره، طبعا دفع الزكاه وصدقه الفطر للاقارب فيها اجران، اجر الصدقه واجر صله الارحام، فهم ابدا، بس لا يكون يعني زوجتك واولادك الصغار ما تدفع لهم فطره. ليش؟ لان ذولا بواجبك، ذولا بمسؤوليتك، نفقتهم عليك شرعا، عليك نفقتهم، فما يستطيعون فطره لانه كانما طلعت من الجيب حطيت في الجيب. او مثل ما واحد يقول انا اصلي 4 ركعات، هي ظهر هي عصر، وهذا ما يصير. فكذلك انت عليك واجبين، عليك واجب صدقه الفطر، وعليك واجب ثاني هو النفقه على العيال. فلما صدقه الفطر تعطيها لعيالك كانما دمجت الواجبين بواجب واحد، مثل ما واحد قلنا يصلي 4 ركعات، هي ظهر هي عصر. أما الأشياء اللي مو واجبة عليك مثل أخوك، لا يجب يعني عليك أنت تحديدا النفقة على أخوك، يعني لأنما الفقير نفقة تصير فرض كفاية على جميع المسلمين، على الدولة أولا، وإذا عجزت الدولة يكون على جميع، أو حتى لو مثل مشط عجزت أو قصرت يكون رعاية الفقير فرض كفاية على كل المسلمين، الفقير اللي ما عنده والي ما عنده أحد. أما الابن والزوجة، الابن والبنت يعني والزوجة والأب والأم أيضا والجد والجدة، هذه نفقتهم على الرجل. الأخ أبو عبد الرحمن من ديالة، تفضل أخو أبو عبد الرحمن. ألو السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبتين أخي العزيز. السلام عليكم شيخ العزيز. عليكم السلام، اسمعني من الموبايل حتى يصلك الصوت سريع لانه جاي يتاخر. بالله الله شيخ العزيز، شلونك؟ عيني صحتك شيخنا العزيز. هلا عليكم السلام، حياك الله اخي العزيز. شيخ انا عندي مرض، والمرض مالتي الصمام عندي بالقلب، وعندي خفقان يعني جاي اتاذى حيل برمضان وما اقدر افطر، يعني شلون يعني؟ ما تقدر تصوم تقصد؟ لا صايم بس ما اقدر افطر، يعني اضل صايم البارحه اللي يعني صار عندي الم وخفقان وقلبي حلو يعني ما فطرت لحين الافطار يعني لحد اذان المغرب. ايه ايه، فاضل مستمر على الصيام وعندي الم. والله ما ادري يعني انت يبدو مثل هذا الشخص اللي يصعد ضغطه فجاه بعد الفطور، يعني انت مو هو نوبات الصيام يضر نوبات ما بعد الصيام يعني. والله شيخ حتى بالصلاة التراويح يعني حتى يصير عندي ألم، يعني أصلي أنا قاعد يعني يصير أصلي أنا قاعد. يعني أنت بحالة الإفطار ما صير عندك هاي مشكلة؟ أصير قبل الإفطار، البارحة صار عندي قبل الإفطار. لا أقصد يعني إذا ما تصوم، ما تصوم يعني بغير رمضان ما تصوم مثلا، ما عندك مشكلة؟ لا لا بس من أصوم أتأذى، من أصوم أتأذى. إيه من أصوم أتأذى. شفاك الله، والله أنت مريض يعني مرضك واضح وظاهر وعندك عذر. وأنا ما أعرف هذه إذا تعتبر مزمنة عند الأطباء تدفع فدية، وإذا وقتية وإن شاء الله الله يشافيك تقضي في أيام أخرى. زين شيخ العزيز سؤال ثاني، بس صلاة التراويح وصلاة العشاء ورا يعني أصلي أنا وقاعد على الكرسي أو يعني؟ نعم ممكن ممكن. جزاك الله الخير شيخ، الله يوفقك، بارك الله بك، حي مرحبا، شفاك الله أخي العزيز. الأخت فوزية من الأنبار، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ بس عندي سؤال، زوجي اليوم غسل سنونه يعني فرك بالمعجون، ريحة يعني يقول هجس الريحة صارت معدتي، يعني ما بلع، هو ما بلع شيء بس ريحة، ريحة المعجون، يعني يفطر لو صيامه صحيح؟ نعم ما يضر. ما يضر؟ معليش صومه صحيح.
ان شاء الله. نعم. شكرا شكرا. مرحبا شكرا. مرحبا قواكم الله. الاخت هديل للفلوجة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام مرحبا. شلونك شيخ؟ حيو مرحبا قواكم الله تقبل الله. شيخ انا عندي ثلاث اسئلة. نعم. السؤال الاول اللي هو لا حياة بالتعلم، انا عندي زوجة اخويا عندها نجس صار لها من بدا رمضان نزيف، فهي تصوم وتصلي فيقولون هذا حرام، يعني صيامك ما مقبول. نعم اكو بيها تفصيل يجيك ان شاء الله. نعم. السؤال الثاني هي نذرة نذر صلي يعني النذر يعني بطت بي ما عندها تجيبه، ما قادرة توفيه. ها؟ ما تقدر؟ اي ما تقدر، ما عندها مادة إلا تجيبه. نعم. تأخرت عليها. نعم. والسؤال الثالث شيخ يعني من اللي نحيها إن شاء الله بالعشر الأواخر، يعني حد أذان الفجر لو ما تطلع الشمس. جيد، إحياء العشر الأواخر شلون يصير؟ نعم. يأتيك الجواب. هلا بيكم. هلا. نعم أخ العزيز. عموما فالإعطاء الزكاة أو الصدقة أو الفطرة للأقارب غير اللي تجب عليك نفقتهم جائز. أيضا الأخ سالم بعد عن يعني السؤال الثاني، سافر لتعزية أمه وأفطر، هذا مسافر وله الحق بنص القرآن الكريم أن يفطر رخصة من الله تعالى ويقضي أيام أخرى. الأخ أبو علاء من السليمانية، الحجامة ما تفطر الصائم، والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم بمكة بعد الفتح وهو صائم، وهذا قول الجمهور وهو الراجح. السحور ليلة العيد بدعة لا صحة له، ماكو داعي سحور ليلة العيد، وما يسموها زتة رمضان أو شمرة رمضان ويأخرون الفطر في يوم العيد، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على تمرات قبل ما يطلع لصلاة العيد، فيستحب بعد الفجر تكسر العادة، يعني أنت برمضان كنت تصوم، بيوم العيد تعجل بالإفطار بعد الفجر مباشرة. أما هاي شمرة رمضان أو زتة رمضان هذه من البدع التي شاعت بين الناس، وهي خلاف السنة النبوية لا تثاب عليها، فماكو لا سحور ولا تأخر الريوق، بالعكس حتى لو تشرب لك بق مي بعد الفجر أو قبل صلاة العيد هذا هو الأفضل ومن السنة. معنى الأعراب، كثير من الناس يطبقون آيات الأعراب على أهل الريف، وهذا إجحاف وحيف وغلط. الأعراب أولا يعني خلنا نكون واضحين أخي العزيز، الأعراب في القرآن في آية ذم الله الأعراب وفي آية أخرى مدح الله الأعراب، قال ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق صدقات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم. فالأعراب يعني فيهم ناس صالحين وفيهم ناس يعني في يعني من الصحابة رضي الله عنهم، كان من جملتهم أزهر، كان من أهل البادية وكان يزور النبي صلى الله عليه وسلم بين فترة وفترة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره بخير. فالمهم الأعراب، التعريف الدقيق للأعراب هم البعيدون عن علماء الشريعة، يعني إذا واحد ساكن في باريس هذا في المصطلح الشرعي يعتبر من الأعراب لأنه بعيد عن تعلم أحكام الدين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله. فكان الأعراب أهل البادية، أهل البادية كانوا قليلا ما يأتون إلى مكة والمدينة، وقليلا ما يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم، فهم بعيدون عن الإسلام، فتصلهم الإشاعات، إشاعات المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، فهم على البعد من وراء حجاب يحاربوا يعني يعادون النبي صلى الله عليه وسلم ويعادون الإسلام بدون ما يفتهمون السالفة شنو مضبوط. فلبعدهم عن المعلومات الصحيحة، لبعدهم عن الإسلام، لبعدهم، وقال العلماء كل من كان بعيد عن العلماء لا يجالس العلماء، لا يسمع،
لا يجالس لا يتعلم لا يسأل عن أمور ديني فهو حكمه حكم الأعراب حتى لو كان من أهل المدينة. وكذا أما أهل الريف، الريف الآن ما شاء الله المساجد غالبا، وغالبا أكو يعني يوجد هناك من يعلمهم أمور دين. الآن وسائط النقل سهلت رجوعهم ومراجعتهم وسؤالهم، فربما الأعرابي هو في المدينة وهو أعرابي يعني يذكرون بعض التجارب الاجتماعية تطلع بالقنوات، يسأل يقول له اسم الثلاثي لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما يعرف، يعرف نبينا محمد بس ما يعرف منه أبوه من جدة، هذا أعرابي هذا وبنص القاهرة. الأخ مقتدى من ديالة. عليكم شيخنا. مرحبا أخي العزيز، قواكم الله. وفقكم الله على هذا البرنامج. الله يرضى عنك، هلا بيك شيخنا. بس على مود يعني ظهور علامات السحر والعياذ بالله في بعض البيوت، يعني يقول هل يجوز ان نقضى على هذا السحر بكثره قراءه القران او بالدعاء، او هل يجوز ان نستعين بسيد واكثر الساده هم حكام عالجان، يعني مو ما نستعين بشيخ؟ جيد. السؤال الثاني هو بالنسبة للشعر الموجود فوق اللحية، يعني هل يجوز أن يحف حفافة أو بالملقط يعني؟ الشعر وين؟ الموجود فوق اللحية يعني. نعم نعم. أو جزاكم الله خير. جواب خير الله خلك كريم، هلا بيكم هلا. نعم أخي العزيز. نعم الأخ عباس من بغداد، تفضل عباس. شلونك شيخنا؟ هلا مرحبا، قواك الله اخي العزيز. شيخنا بس سؤال يعني عد صغير. نعم. شيخنا انا موظف. الله يعينك يوفقك، نعم. موظف بوزارة وراتبي حوالي قليل 250 ألف. الله يغنيك يرضيك يا رب يرزق عبدك هذا. وجاي يساعدون الموظفين بشهر رمضان، يعني يعطونا هذا يعطينا 10 ريال يعطينا 15، يعني يصير اخذ منه وما يصير شيخنا. اي ما ابي اشكال، ما ابي اشكال، نعم. ما عليه شيء، حلال حلال ما دام يعني هم عن طيب نفس غير. مو قاضي اعتبرها الفطرة يعني شيخنا. حتى لو فطرة يعني 250، ايش قد عيالك انت؟ انا عيالي 4 نفرات والله. اي ما عليه شيء ما عليه شيء، حتى لو هم ينون فطرة ما عليه شيء. اي والله قاضي يطون فطرة يقولوا الحرام انت ما يستغل تاخذ فطرة شيخنا. لا ما عليه شيء. يعني آخر حالة إن شاء الله. نعم 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 أخي. مشكور شيخنا، الله يرضى عنك، بارك الله فيك. نعم أكو اتصال. الأخت هديل، أعتقد إحنا ما فوتنا شيء. نعم. النزف يا أختي شوي بتفصيل، يعني اللي عنده نزف أول شيء إذا تتذكر أيام عادته، يعني ذكر مثلاً بنهاية الشهر بوسط الشهر بفلان يوم بالشهر، أكو كثير نساء يحفظن العادة مالتها، إذا تحفظها متى تبدأ ومتى تنتهي، فبأيام عادتها تترك الصلاة والصوم وفي الأيام الأخرى تصلي وتصوم، وللصلاة تتوضأ لكل فريضة، تتوضأ لكل فريضة وتجدد الحفاظة. هذا بالنسبة إذا تتذكر عادتها. إذا ما تتذكر عادتها فهي يعني تاهت عليها، يعني هي نزف مستمر وتاه عليها، ما تعرف شو وقت عادتها وشو وقت النزف. فهنا لها طريقين، اما يعني تستشير طبيبة نسائية وهذا الاسهل والافضل، وتحدد لها هذا يعني دم دورة ولا دم سبب اخر، او تصلي وتصوم على طول لانها يسمون متحيرة، يعني اللي ما تعرف عادتها متى. السؤال الأخرى الأخت هديل أيضا، أمها نذرت نذر وما تقدر توفي، النذر يبقى دين، يبقى دين عليها وإلى أن تقدر على الوفاء، يعني لو لم تستطع إلى آخر أيام حياتها فالله تعالى يعفو عنها. إحياء العشر الأواخر أختي، إحياء العشر الأواخر مو شرط إلى الصبح، يعني هو درجات، يعني هناك من يقوم الليل كله إلى الصبح، هناك من يصلي العشاء والفجر في جماعة، هناك من يصلي ركعتين، هناك من يصلي التراويح 20 ركعة، هناك من يصلي ركعتين طويلة. أي نوع من أنواع العبادة، قسم مثلا مو صلاة، قراءة قرآن مثلا، تسبيح. فالإحياء يعني درجات، فأي عمل
من أنواع العبادة الذكر، قراءة القرآن، الصلاة في ليلة، في أي ليلة من الليالي، هذا هو يسموه إحياء أو قيام. يعني ممكن شخص يحيي العواشر الأواخر بجزء من الليل، وممكن بكل الليل. الأخ عبد الصمد من ديالة، تفضل أخو العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبتين أخي العزيز، أهلا بكم. جزاكم الله خير يا شيخ على هذا البرنامج. الحمد لله، جزاك الله خير، الله يوفقك يا أخي، بارك الله بك. عندي زوجتي قبل 4 سنين ما صامت، يعني كان عندها حمل، فماذا تفعل الآن؟ يعني هل تقضي أو تدفع فدية؟ نعم، حامل وأفطرت، نعم. هي عليها القضاء، عليها القضاء. نعم أخي، يأتيك التفصيل إن شاء الله، موعدنا يعني هناك أسئلة قبلك. الأخ معاذ من الأنبار، تفضل أخو العزيز. السلام عليكم، شلونك شيخنا؟ حيو عليكم السلام، مرحبتين. شيخنا عندي والدي مريض مرض بالسكر والضغط، هل يحق له يفطر عم يصوم؟ والله أني مثل الآن هسه بيه سكر وضغط وأصوم، لكن إذا أكو عنده مشكلة أثناء الصيام يعني يحس بيها، أو نصيحة طبيب ثقة يفطر. شيخ هو يحس حالة عطش عنده على طول، يعني عطش بالماء. شفاه الله. نعم نعم نعم، إيه يعني عطش شديد غير طبيعي. أي والله، أي والله شيخنا، هذا معناها ما يأخذ علاج، يبدو ما جاء يأخذ علاج، أو ما يتبهرز. حبايتين مال سكر لازم ياخذ يوميا. يا ربي شافي عافي. المهم هذا المريض يعتبر معذور ان شاء الله، بس البهريز يعني بحقه واجب، يعني كما يباح له الافطار يجب عليه ان يداري صحته، يعني يدير باله من الاشياء الضاره. نعم احنا شيخ يدفع فديه شنو يعني بمكان الصيام؟ يدفع فديه. نعم زياده تقريبا شيخنا اذا مس الزحمه. والله هو المتوسط، الحالة متوسطة، 2000 دينار عن كل يوم، عن كل يوم من أيام رمضان. وإذا يقول ما أقدر يسأل أي شيخ قريب يمه يقدر حالته، وربما تكون أقل. نعم شيخنا، بس أنا مود عندي زوجتي حامل الشهر الثاني هذا، ما لي حق لي الصوم؟ الحامل تصوم، لكن إذا يعني إذا كان حالها ضعيف. نعم. تخشى على نفسها أو على طفلها، أو بالتجربة مثلا لا تطيق الصوم تفطر. يعني هو مجرد كونها حامل ما يرتفع عنها الصوم بحده. نعم نعم نعم. الدكتورة شيخ قالت لها لا تصومي لأنها حالتها ضعيفة. خلاص يعني تأخذ بنصيحة الدكتورة وتقضي في أيام أخرى. تقضي. أنت تدفع فدية؟ قضاء. نعم أخي العزيز. الأخ مقتدى، يعني ظهور علامات السحر إذا ظهرت يستعان بالسحرة أو بالسيد، يعني هو خلاص يجرب حظه. يعني هو الحقيقة يعني لا ينكر أنه فك السحر وعلاجه هو موهبة، موهبة من الله سبحانه وتعالى. يؤسفنا أنه حال الأعمال الأخرى، يعني كثر فيها الغش والكذب والدعاء من ليس أهلا لذلك. هذا موجود كلها بالمهن، بالأعمال، بالوظائف. وإحنا يعني قديما حذرنا، يعني مثل ذول اللي ينجحون بالغش وبعدين يتولى فد عمل يتوقف عليه حياة الناس، يعني هم الأطباء جزاهم الله خير لهم فضل علينا، لكن الطبيب اللي قصر في الدراسة وقصر في التعلم ولا يتورع عن التلاعب بأرواح الناس، هذا إثم كبير عند الله تعالى. فكذلك اللي يدعي أنه يشفي المسحور أو ما شابه، إذا يعني ما يكون متأكد لا يدعيها. ولتحذروا من الذين يستخدمون أشياء فيها علامات السحرة، مثلا أنه يريد شيء من ثوب المسحور أو من آثاره أو اسم الأم أو ما شابه ذلك، هذه يستخدمها السحرة فقط. فالمهم يجوز فك السحر، لكن يجتنب السحر نفسه. نتف الشعر ما يجوز حلقه، يجوز نتفه على الراجح، لكن الحنفية لم يجوزوا أي نوع من أنواع النتف، فهي المسألة بها خلاف. ويعني أنت شوف شلون الله سبحانه وتعالى يهدي قلبك، والأورع أن تترك النتف.
أم أحمد من السليمانية، تفضل أختي الكريمة. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول، إذا واحد عنده فلوس ويخليها بالمصرف، هم عليها زكاة؟ فلوس يودعها بالمصرف، نعم. إيه يعني فلوس من المصرف هم عليها زكاة تخلي بالمصرف بالحساب الجاري. نعم، المال يزكى إذا مدخر وبرت عليه سنة يزكى. يعني الزكاة قبل ما أخليه بالمصرف، لو إذا أخليه بالمصرف يعني ما له علاقة، ما له علاقة، ما له علاقة، يعني سواء بالمصرف أو بالبيت، هو المهم من تمر عليه سنة، من تمر عليه سنة. نعم. زين شيخنا، السؤال الثاني. نعم. الله يخليك، ختمة القرآن يعني بالضرورة إذا واحد يختم القرآن يسوي يعني عشاء، لو مو بالضرورة؟ لا، ما يشترط. يعني يقول يعني اللي يختم القرآن لازم يذبح دجاجة أو يسوي عشاء بختمة القرآن، بأي يوم؟ ما يشترط، ما يشترط. يعني مو يعني مو مو لازم، مو لازم يعني تختم القرآن واحد والعشاء واحد، ما له علاقة. نعم. يعني مو شيء يعني. لا. رحم الله والديك. الله يتقبل الطاعات، مرحبتين، قواكم الله. اجمعين الله يسلمك. يعني عموما اخي العزيز، يعني الأمراض اللي يعني يكثر السؤال عن الأمراض وعن الحامل، يعني الحامل، الحمل وحده ليس عذرا، العمل الشاق وحده ليس عذرا، الامتحان ليس عذرا بذاته، وإنما لما يؤول إليه أو للنتائج التي إذا أدى إلى نتائج مؤذية أو شاقة فذيك الساعة يعني يكون العذر طارئ. إيداع المال، يعني هي الأخت أم أحمد، يعني هي مثل كان عندك بالبيت، أنت لازم من يصير المبلغ، المبلغ المال إذا بلغ نصاب، يعني بلغ مثلا 4 ملايين، هو طبعا 4 ملايين مو ثابتة، يعني هي لا 20 مثقال ذهب، يعني يجيب 20 مثقال ذهب، إذا قام يجيب 20 مثقال ذهب ف يحسب هذا أول يوم من أيام يحسبه بالتاريخ العربي بالسنة الهلالية القمرية، من تمر سنة اللي بقى من المال يزكى، اللي بقى يزكى، يعني إذا صرفت منه خلص زكي الموجود الناقص، إذا جاء إضافي زكي الموجود اللي هو زايد، يعني المهم أنه السنة المالية تؤرخ من حين المال يبلغ نصاب يجيب لك 20 مثقال ذهب. أحمد، الأخ أحمد تفضل ديالة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبتين أخي العزيز، قواك الله. حياك الله شيخ، عندي سؤال يا شيخ بدون زحمة. نعم. السؤال الأول، صلاة التسابيح بالعشرة الأخيرة من رمضان، هل هي جائزة أم بدعة؟ بارك الله فيك. صلاة التسابيح، نعم، ثابتة هي على الأصح ثابتة، الحديث حسن، نعم. والعفو الشيخ، أنا بالنسبة لي حارس مسجد صار لي 5 سنوات. إيه. فالمعاشر الإمام مال المسجد وهذه، مع الأسف يعني الإمام يكذب وهو الشغلات، يعني عرف أنا متأكد 100% من عجل. هل يجوز الصلاة ولا لا؟ الله يعينكم. يعني مع الأسف، مع الأسف، مع الأسف، يعني والله أتأسف على هاي الكلمة. بارك الله بيك، يحفظك، الله يعينك. عين الشيخ، أشكرك، شكرا لك، بس الله يهدينا ويهديهم ويهديكم. نعم. يعني إذا يسمح لي أحمد بس أكمل، أم أحمد بالنسبة يعني ختمة القرآن كان يسوون احتفال، يعني اللي يختم القرآن اعتزازا فرحا بالقرآن يسوون فد حفلة، وغالبا في الحفلة يسوون عشاء، فهم يسووها شكرا لله على تمام هذه النعمة، وهذا من تعظيم القرآن، شيء زين، شيء حلو. الطفل أيضا لما يختم القرآن قبل يم الملة يسوي له حفلة، ومثل زفة العرس تماما، وأنا أتمنى يعني هذه العادات والتقاليد تحيا وتعاد، حتى يكون في قلب الطفل يعني فد اهتمام أكثر بالقرآن الكريم. نعم أخي. نعم.
لكن هو ليس من الواجبات. ولا صلاة التسابيح ثابتة، أنكرها بعض العلماء لكون الحديث ضعيف، لكن بمجموع الطرق هي حديث حسن. وشكوى الحارس من الإمام، الإمام أخي العزيز إذا كان مسلم يصلى، وكان الصحابة يصلون خلف كل بر وفاجر، فيصلى خلف الإمام ولا تترك الجماعة حتى لو كان الإمام عنده مشكلة. ومع العلم يعني الشكوى مالتك ما نأخذ رأس مال، لكن هذا قاعدة عامة. ختاما أيها الأحبة، نلتقيكم إن شاء الله في موعد آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.